إذن للحديث عن إجراءات سكان الأنبار وتضييق الحكومي عليهم واستمرار نظام الكفيل، معنا هاتفيا من بغداد الصحفي أحمد الجبيلي، مرحبا بك. ما الداعي برأيكم لاستمرار نظام الكفيل في العديد من مناطق محافظة الأنبار وهذه الإجراءات والتضييق المفروض على أهالي الأنبار بما يشبه التمييز العنصري المناطقي بين مواطن وآخر؟ نعم، بالتأكيد هو تمييز مناطقي وتمييز ينتهك بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه ينتهك المبادئ التي وردت في الدستور العراقي الذي تتبجح به السلطات الحاكمة في العراق اليوم. الدستور العراقي ضمن حرية العراقي في العيش وكذلك في التنقل بين مدن ومحافظات العراق، لكن الواقع اليوم بأن هنالك سلطات أمنية وكذلك قوات ميليشياوية تمنع سكان حديثة وغيرها من المدن في العودة إلى مساكنهم إلا بنظام أو بشرط الكفيل. هذا الشرط ينتهك كما قلت لك بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان وينتهك كرامة المواطن العراقي، فأنه أصبح فرصة لتجارة الدعشنة إن صح التعبير، تلك التجارة التي تمارسها سلطات محلية حكومية وكذلك عناصر في القوات الأمنية وعناصر تعمل لصالح ميليشيات تتحكم السيطرة على مناطق حديثة ومناطق أخرى من محافظة الأنبار وكذلك ديالى وكذلك الموصل. نعم. حيث تفرض هذه السلطات مبالغ طائلة من لابتزاز هذه العوائل التي تروم العودة إلى مساكنها بعد أكثر من 8 سنوات من كارثة النزوح. ولكن هناك ذريعة أمنية أيضا تتحدث عنها الحكومة على الرغم من مرور سنوات أو 6 سنوات تقريبا على استعادة الحكومة سيطرتها على المحافظة، ما تعليقكم على ذريعة الحفاظ على الأمن؟ إن كانت هنالك ذريعة أمنية فهو اعتراف ضمني بفشل هذه القوات الحكومية التي تنتشر اليوم في جميع أقضية ونواحي ومدن محافظة الأنبار. اليوم أكثر من 30,000 عنصر أمني بالإضافة إلى الحشد الشعبي والحشد العشائري ينتشرون ويحكمون السيطرة على مدن وأقضية محافظة الأنبار. بالتالي فإن تبجح السلطات الحكومية والسلطات الأمنية العراقية بوجود مانع أمني يحول دون عودة هذه العوائل النازحة إلا بشرط الكفيل، ما هو إلا اعتراف بفشل إجراءاتهم الأمنية. وكما قلت لك يعني هذا الشرط يستخدم لابتزاز هذه العوائل، وهو ما أدى إلى منع عودة آلاف العوائل النازحة إلى مساكنهم لأنهم اصطدموا بهذا الشرط الذي انتهك كرامتهم أثقل كاهلهم، لأن هنالك ضباط فاسدين وهنالك قيادات في الميليشيات وعناصر في الميليشيات تمارس الابتزاز بحق هذه العوائل لدفع مبالغ مالية طائلة مقابل حصولهم على ورقة الكفيل من أجل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم. نعم، وأيضا ذكر السبب نفسه وهذا المسوغ، مسوغ الحفاظ على الأمن، هذا ما تحدث به قائم مقام قضاء حديثة مبروك الجغافي، ولكن ألا تنتهك هذه الإجراءات حرية العيش والتنقل وحقوق الإنسان داخل العراق أيضا؟ نعم بالتأكيد، يعني هو انتهاك واضح وانتهاك يتجاوز كل الأعراف وكل القوانين العراقية والقوانين الدولية. من حق المواطن العراقي الذي أجبرته تقاعس القوات الحكومية على حمايته بالعودة إلى منزله الذي هجر منه
قبل 8 سنوات. ذلك ليس ذنب هذه العوائل الناجحة وهذه العوائل التي اليوم تتمنى التخلص من كارثة النزوح والعودة إلى منازلهم، أن يتم منعهم بهذه الطريقة المهينة، لأنه الذنب ليس ذنبهم بل كان ذنب تلك السلطات الأمنية الفاسدة التي سلمت مدنهم لتجميع من المسلحين، واليوم تلقي باللائمة على هذه العوائل وتفرض عليهم هذا الشرط المهين، وهو شرط الكفيل الذي لا يوجد له مثيل في جميع مدن العالم سوى في العراق. نعم. يعني هذه كارثة كبيرة وانتهاك صارخ لكرامة المواطن العراقي. إذن الصحفي أحمد الجميلي كان معنا هاتفيا من بغداد، شكرا جزيلا لك.